الاولاد اللي بيتاهلوا في دعم اولمبي لعدد الناس ذات عشان الناس تبقى عارفه يعني. وكمان هو ما ينفعش ابننا يكون تاهل واحرمه من دوره اولمبيه. يعني حصل مثلا كره اليد الاتحاد قال الفريق الاول للبنات مش هيكون متوافق مع البطولات العالميه وببني فريق تاني بيطلع. كان في زي يعني على السوشيال ميديا وازاي وما نشتركش واحنا، لكن في حاجات بنقول عليها ان في ولادنا لازم ياخد خبره الاعداد الاولمبي ولازم يكون موجود لان بعده لمراحل تانية بيعيش فيها بصفه خاصه اللي عمره او السن بتاعه. ده احنا برضو عاملين عدد المشاركات عشان برضو الناس تبقى عارفه وشايفه الوضع ايه. وكمان احنا عندنا للدوره دي غير الست ميداليات، بص حضرتك بقى المركز الرابع لمنتخب الهاندبول، عندنا المركز الخامس لمحمد مصطفى. مين محمد مصطفى؟ محمد مصطفى لما توليت الملف راح امريكا عمل فيديو اول ما توليت كده بيقول انا هتجنس ومش راجع. محمد مصطفى امريكي الجنسيه، رجع ولعب ونافس وادينا له الامكانيات وهنديله تاني، ولعب وعنده رباط صليبي واستحمل وكان ممكن يعني هو موجود ليه هو وكيشو الاثنين ميداليات. كنت حاطط كيشو بصراحه، يا كيشو انا بكلمك اهو انت المفروض تبقى فضل يا كيشو، انت يعني في حاجات لازم نعدلها لك يعني. ومحمد مصطفى يعني كنت حاطه ممكن يبقى فرنسي. هو اللاعب وانا بتكلم فني لعب على رجله. التثبيت الاخير اللي محمد مصطفى عمله، اللاعب عمل حاجه واحده بس اللي كان ناد، عمل راسه كده حاجه برجليه اللي مش قادر يرفعها. ففك التثبيت اللي كان هيكسب بيه ويعمل بيه القلبه اللي موجوده في المصارعه يعني. فبقول لك على بعض الحاجات اللي موجوده. احنا عندنا المركز الخامس سلاح، سلاح بقى عامل طفره. السلاح ما جابش ميداليه، عامل طفره 2024 مينيمم، انا عايز منه ميداليتين مينيمم، ميداليتين ودهب. ودهب والله حضرتك ده من ضمن المستهدف بتاعي انا قبل ما اروح ادرس. ورئيس الاتحاد من الاتحادات دايما بقول له تعالى انت مميز وساعدته ان يعمل كل بطولات العالم هنا بمساعده غير طبيعيه ماليا وفنيا ومعنويا لانه عارف انه شغال على بيزنس بلان. نعم. فبالتالي ونفس الحكايه ساعدت منتخب الخماسي جدا جدا في الاستضافه، ودخلت مع رئيس الاتحاد الدولي وهو استاذ برضه في علوم رياضه واتكلمت معاه وعملنا بنعمل مركز هنا افريقي. يعني انا داخل معاهم في يعني نوفر الظروف الملائمه. فعندنا السلاح مركز خامس، سلاح السيف مركز خامس لعمر عصا، وده كان عنده مشكله صح احنا دخلنا وحلناها ورجع خلاص انتهى الموضوع وعايش في المانيا وبندعمه. عمر تنس؟ عمر تنس عمر عصا وموجود في مصر دلوقتي. نعم. علاء ابو القاسم يعني هو مركز سادس، كنت اتوقع ان هو يجيب احسن من كده. مركز سابع لمحمد حمزه، ده لاعب واعد وعلى فكره مدرب يعني منتخب مصر للسلاح، هو مدرب كان بيدرب منتخب مصر منتخب امريكا عشان كان في مدرب تاني ورجع وبيدرب من غير مقابل. يعني انا عايز باي ذا واي يعني، وده ابنه كمان يعني محمد حمزه. محمد السيد مركز ثامن، مصطفى عمرو في منافسات دفع الجله وده كان في امريكا ورجع اخر سنه وبيدرس في امريكا ان شاء الله احنا متقلين معاه عشان كده بقول الرمي عندنا قوي. ملك حمزه جمباز الترامبولين والجمباز طالع برضو ان شاء الله. سيف اسر جمباز ترامبولين، يبقى لعبه الترامبولين بنحط عليها فوكس يعني. نهائي الغطس مهاب ده كان طفره حاجه كويسه جدا وهتطلع تاني ان شاء الله. الطفرات ديت اللي هي مراكز ما كانتش عندنا اساسا، المراكز ديت بتتحط في حساباتنا كويس جدا جدا. طيب انا عايز اقول حاجه، هل عندنا رؤيه؟ قبل الرؤيه ممكن طبعا انه قيل وعايز حضرتك ترد بشكل واضح انه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه قد يجامل البعض من رؤساء الاتحادات، مرتبط بعلاقات بعض رؤساء الاتحادات، وقد يكون منهم المهندس هشام حاتم. ما دقة هذا الكلام أو صحة هذا الكلام؟ وهل ممكن تجامل حضرتك أي حد؟ يعني لو حد لم أخفق إن أنا أسيبه لا أو حسبه ما أقربش منه أيا كان حتى لو كان رئيس اللجنة الأولمبية؟ بص مفيش حد ما راحتلوش لجنة وفتشت عليه وحطت أخطائه في المكان المناسب بلا استثناء. من أول رئيس اللجنة الأولمبية بلا استثناء. ودي كانت عاملة كرئيس لجنة ولا رئيس الفروسية؟ كله 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 نعم. ودي كانت عامله علاقه شويه مش طيبه مع الوزير.
يعني الوزير في الاخر يعني محاسب، بس لازم ألم يعني.